ما رأينا مهلكاً لجنودنا كاليمن، كلما أرسلنا إليها الجنود ذابوا كذوبان الملح في الماء، لا يعود منهم إلا القليل. كان هذا جزء مما قاله دفدردار مصر أحمد حلبي عن اليمن، حيث خسر العثمانيون فيها قرابة 100,000 جندي كانت حصيلة الضحايا العثمانيين نتيجة لمحاولاتهم السيطرة على اليمن على مدى فترتين متباعدتين، بدأت أولاهما في مطلع القرن 16 وبدأت الثانية في النصف الثاني من القرن 19. لم تستطع خلالها الدولة العثمانية أن تفرض سيطرتها الفعلية سوى على زبيد والمخا وعدن طوال تلك السنوات. في تلك الفترة ذاع صيت الجيوش العثمانية، فما بين بلد يعلن استسلامه دون قتال وآخر لا يناله من القتال سوى الخسائر الفادحة، والنتيجة واحدة هي سيطرة القوات العثمانية على تلك المقاطعات والأقاليم التي لن تكلفها أكثر من 5,000 جندي. ومن بين تلك البلدان كان هناك بلد عربي هو الوحيد الذي استعصى على العثمانيين وجعل من أرضه مقبرة جماعية لهم، ليطلق عليه الأتراك لقب مقبرة الأناضول. فكيف حدث ذلك؟ وكيف كانت اليمن إحدى المحطات التي أرهقت الدولة العثمانية ودقت أول مسمار في نعش تلك الإمبراطورية العظيمة؟ الحملة الأولى. في بداية القرن 16 أراد العثمانيون فرض سيطرتهم على اليمن بعد انتصارهم على المماليك في بلاد الشام ومصر، وكان موقع اليمن الاستراتيجي والذي يطل على البحر الأحمر وبحر العرب أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت العثمانيين لضم اليمن، خاصة في إطار الصراع مع البحرية البرتغالية التي عملت على تحويل طرق التجارة من البحر الأحمر عن طريق رأس الرجاء الصالح، وهو الأمر الذي أثر على عائدات الموانئ العثمانية. أما السبب الآخر فكان لرغبة العثمانيين في ردع القوات البرتغالية وصد محاولاتها للوصول إلى ميناء جدة مركز الأماكن الإسلامية المقدسة. ومما زاد العثمانيين حماساً لضم اليمن هو غياب السلطة المركزية في عهد عامر بن داود آخر ملوك الدولة الطاهرية التي كانت تحكم اليمن، والذي لم يعد في حوزته منها سوى عدن. أما صعد وصنعاء وما جاورها في الشمال فقد كان الأئمة الزيديون يسيطرون عليها، ولم يكن لليمن جيش مجهز ولا إمكانيات عسكرية. كل ذلك دفع الصدر الأعظم للدولة العثمانية سليمان باشا بتحريك حملة بحرية كبرى للسيطرة على اليمن في عام 1538، وقال حينها إن دخول اليمن لن يكون أمراً ممكناً فحسب، لكنه سيكون في غاية السهولة ولن يكلف الدولة العثمانية جهداً للسيطرة على تلك المقاطعة الخالية من حاكم فعلي. أبحرت حينها الحملة من ميناء السويس في مصر وطردت البرتغاليين من البحر الأحمر ووصلت إلى قبالة ميناء عدن في العام نفسه، وسرعان ما سيطر العثمانيون على عدن والحديدة وكامل سواحل اليمن الغربية والجنوبية، وبدا الأمر للعثمانيين على أنه حسم لصالحهم. لكن سرعان ما اصطدمت القوات العثمانية بجيش من نوع آخر لم يكن في الحسبان، وهي القبائل اليمنية التي كونت من نفسها تشكيلات عسكرية وبدأت في مقاومة الجيش العثماني، والذي تكبد خلال بضعة أعوام فقط قرابة 80,000 جندي. ولم يستطع العثمانيون فرض سيطرتهم الفعلية على اليمن، حيث كانوا كلما أخبدوا ثورة في منطقة تندلع ثورة في منطقة أخرى، مما تسبب في استنزاف الجيش العثماني بشكل كامل. استمرت المعارك بين العثمانيين والقبائل اليمنية حتى مطلع القرن 17 لتندلع الثورة الأهم والأبرز والتي قادها الإمام القاسم بن محمد والتي أكملها أبناؤه من بعده، لتنتهي بخروج وانسحاب القوات العثمانية من اليمن عام 1635، ولتصبح اليمن حينها أول بلد عربي يتمكن من الاستقلال عن الإدارة العثمانية. الحملة الثانية. في النصف الثاني من القرن 19 عاود العثمانيون المحاولة لضم اليمن إلى دولتهم، وتمكنوا بالفعل هذه المرة من دخول صنعاء والسيطرة عليها بقيادة أحمد مختار باشا، واتخذوا منها عاصمة للدولة العثمانية. وعمل العثمانيون في 20 عاما الأولى
من تلك الفترة على إنشاء الكثير من المشاريع الخدمية والمدارس والطرق، غير أن اليمنيين لم ينظروا إليهم إلا أنهم محتلين لأرضهم، لكنهم كانوا يترقبون الفرصة المناسبة. وبقي الوضع على حاله حتى أواخر القرن التاسع عشر، حين اندلع التمرد بقيادة الإمام المنصور بالله بن يحيى، وحينها تمكن أنصاره من محاصرة صنعاء والسيطرة عليها. حاولت الدولة العثمانية إرسال قواتها للتصدي لهم، لكن محاولاتها باءت بالفشل. وفي مطلع القرن العشرين توفي الإمام المنصور، ليكمل من بعده ابنه المتوكل المقاومة والتمرد، والتي تكبد فيها العثمانيون الخسائر الفادحة. فاضطرت الحكومة العثمانية لعقد الهدنة والاعتراف بسيادة الإمام المتوكل. هدأت الأوضاع حينها، لكنها لم تلبث أن اشتعلت مرة أخرى بعد عدة أعوام، وهنا أرادت الدولة العثمانية أن تنهي الأمر هذه المرة، فأرسلت مدداً بقوات كبيرة يترأسها رئيس الأركان أحمد عزت باشا، الذي اضطر أمام المقاومة العنيدة لعقد صلح مع المتوكل مدته 7 سنوات. ثم غادر اليمن ليخلفه نائبه محمود نديم بيك، الذي أسدل في عهده الستار على العهد العثماني في اليمن، ليكون هو آخر وال عثماني بها حتى خروج العثمانيين عام 1918، ليؤسس المتوكل المملكة المتوكلية اليمنية في العام نفسه. كانت الهزيمة العثمانية في اليمن ما هي سوى مقدمة لهزيمة على مستوى أكبر، تلك الهزائم التي رسمت بداية النهاية للدولة العثمانية، خاصة مع بوادر نشوب الحرب العالمية الأولى، والتي شاركت فيها الدولة العثمانية المنهكة بعد استنزاف طاقاتها الاقتصادية والعسكرية في العديد من الدول وعلى رأسها اليمن، مما أدى إلى وقوعها في حالة من الفوضى، والتي أدت فيما بعد لتفكك الإمبراطورية العثمانية.